تعود الطبيعة إلى لوحتها الجميلة بعد أن تغنت زخات المطر مع رمال الإمارات الساحرة. أمطار الخير تواصلت مجدداً على مناطق متفرقة من الدولة ليستقبلها عاشق الأمطار مصورنا صالح الحمادي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ويعطينا أجمل اللوحات الطبيعية. وادي الحلو في إمارة الشارقة الذي سمي بهذا الاسم لنقاء مياهه كان للأمطار فيه صوت عذب يليق بجمال طبيعة المنطقة الأثرية، لتكون الأمطار فيه ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وكأن الأمطار أرادت في هذه المنطقة أن تزيح الغبار عن أجمل المناطق السياحية الأثرية. الأمطار في وادي الحلو جاءت مصحوبة بجريان الأودية وتكوين الشلالات المائية، ناهيك عن البرق والرعد الذي كان صوته مكملا لصورة الطبيعة الخلابة. المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل توقع ليوم السبت أن يكون الطقس فيه حارا إلى حار نسبيا مع بعض السحب الركامية على المرتفعات الشرقية، أما الرطوبة فتزداد نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية، وحتى انتظار أمطار جديدة على مناطق متفرقة نترككم مع أصوات لا يعلو على أصواتها. لنشرة أخبار الدار، مراد الشباب. وأيضا بدوره تواجد المصور محمد حسن الملا في مناطق أخرى ليرصد لنا أمطار الخير التي هطلت أيضا على منطقة المنيع التابعة لإمارة رأس الخيمة، والتي شهدت أمطارا متوسطة مصحوبة أو خلفت أجواء لطيفة نتيجة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في حين شهدت منطقة حتى التابعة لإمارة دبي أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة أدت إلى جريان الشعاب وامتلاء الأودية. جعل الله هذه الأمطار سقيا خير ورحمة، وعم بنفعها البلاد والعباد.